الاستاذ الكبير سخي، وهذا طبعا اول زياره من العراق، وان كل الشرف وكل الاحترام بيت الاستاذ سخي والاخ عادل، وان شاء الله اليوم نسوي شوق مع الاستاذ الكبير سخي، وهذا طبعا فرحه لكل الاخوه بالعراق. ان شاء الله راح يشوفون الاستاذ الكبير سخي ان شاء الله موجودين احنا وياه، وهذا الشوق ما شاء الله الحلو. هذا الرقم 10 ما شاء الله. يراويكم هذا الحمام اللي من اختيار الاستاذ. هذا رقم 10. ما شاء الله هذا 10 10 ما شاء الله. الاستاذ سخي محضر لنا، قال لهم بس العشرة. زين ما شاء الله جالس لنا يا دار الله يا ما هي تلف 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 تسعة وتسعين كيا قاعدة تسعة وتسعين ثمانية ثمانية قلمون اكو حمام طبعا اخوان من عنده جاي يغير ريش، احنا تعرفون الجو حار ما شاء الله. أبو فاطمة الشاهد أخوان الأعزاء، هذا العملاق الأسطورة ما شاء الله الأستاذ الكبير سخي. نعم أيوه إيه، بس خلي هم يحبون يشوفون الأستاذ. تمام واحد واربعين، هذا الواحد واربعين.
هو من يقول عشرة يضحك يا ما شاء الله أخوان شوفوا الرنج ميتين ميتين نمبر وان اي والله أكثر الحمام علي بتغيير ريش ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਲਿਖੀ ਅੱਡੀ ਲਾ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉੱਡਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ شيء چار نمبر اربعة اربعة ثواني هذا الاربعة ما شاء الله هذا 25 جی نہیں بیٹا وہ نہیں پکڑو آپ نے جوس پینا ہے اندر اندر ماما نے رکھا ماما سے لے ہاں چلو اللہ پلا چلو ماشاء اللہ اربع مواصفات زین مواصفات زین جور جناح كله مية مية اي نفر كلام طير مال سخي بيت خلاص قديم ولا جديد هذا كله كلام والله ما في ما يمشي الحمد لله طير موجود بيت مال علي بخصوص هذا الموضوع ذكرتنا عليه سؤال للاستاذ مباشر بخصوص الحمام القديم والجديد شنو
ਅਸਲ ਉਸਤਾਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਰੱਖ ਪੁੱਛ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬਹਿਸ ਉਹ ਅਗਲਾ ਮਾਤਾ ਕਲਾਮ ਫਾਜ਼ ਹੈ ਤਸਮਾਉਨ ਅਖਵਾਨ ਹਾਦਾ ਮਿਨ ਲਿਸਾਨ ਉਸਤਾਦ ਕਲਾਮ ਮਾ ਲਾ ਸਹਾ ਤਮਾਮ على مود الكل يفهم احنا هذا الكلام بنحكي بيه دائما بنحكي بيه دائما من نقول ننقل الكلمه الصحيحه عن لسان الاستاذ انا كم مره حكيت عن حمام الاستاذ سخي عن ناس تقول الحمام القديم والحمام الجديد ناس يعني احنا لو نعرف الحمام مالته اكو في باكستان احنا ما ناخذ من عنده زين وما شاء الله هو على مستوى باكستان مستوى الخليج كله زين فهو على لسان الاستاذ يقول هذا الكلام ما له صحه كلام فاضي تمام وهسه طبعا هم الاستاذ علي لان انا اعرف لان السؤالين مهمات هذا خلاص سؤال الارقام هسه راح يسال علي الاستاذ سخي عن موضوع الارقام شنو الغايه الارقام العشره الواحد واربعين ثلاثين هو كلم يعني انا بركب اسم هذا 48 هذا 128 هذا رقم 10 وقت انت يسوي اولاد يمكن 10 نعم ثلاثه بنت سبع ولد لازم انت تركب رقم اسم مال هو نعم فيصل اسماعيل هذا شكل هو يقول بس انا يعرف هذا رقم 88 نعم كل الدم واحد بس بالنسبه للحمام كله واحد دم واحد اخواني يعني الحمام كله هو الاستاذ عنده لقاءات سابقه يقول الحمام مالتي كله من حمامتين زين فموضوع الارقام ما له يعني صحه مو علي يعني موضوع الارقام كله واحد كل دم واحد بس كله دم واحد الرقم يعني كله سيم بس دم واحد تمام يعني هسه احنا في 20 رقم ايوه لكن ورا جدي الواحد واحد يعني هسه احنا من ننقل هذا الكلام مو مثلا احنا نحكي على التليفون ونحور الكلام لا هذا على البث المباشر انا على مود الاخوه تصير عندهم القضيه واضحه وخلي الناس مثل ما يقول تحياتنا للاخوان هذا الكلام من اقوله اريد شويه الاخوه يتفهمون الفكره زين شوفوا ان شاء الله منو؟ هذا رقم 5 خبر رقم بعد اعطي رقم عشان مراتي عارف هذا رقم 5 ايوه خذ هذا سوي شوكيه رقم 5 جيب هذا اللي بالتالي اخواني هذا شوفوا ما شاء الله هذا رقم 5 هسه اخوان لاحظتوا اكو فد شغله شفت العيون هذا مثلا انا هسه من جاي اشوفها بالحقيقه اكثر من لون بيها زين اكو على حمار اكو على بياض زين طبعا اخوان هو اكثر الحمام جاي يغير ريش يعني علي جو حار في فتره تغيير ريش ها علي؟ ايه تغيير ريش ايه نعم هو تغير ريش الحين ما الموسم ما تغير ريش لا اشوف هذا يجي 41 انا حبي واجد حتى الاخوه بالعراق هم ياكدون على 41 والعشره هذا بالنسبه لي لا انا ما يهمني مثلا 41 ولا العشره زين انا يهمني المواصفات اللي تكون بالطير
هذا ما شاء الله شوي يعني نفرح بلون زين عيون زين هذا شكل نفرح. هذا هسه ابو فاطمه يقول لي لا تعوف الطير زين يا كذا ابو فاطمه هسه هذاك هو هذا الشكل يقول اوكي تمام شوف ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله باب باب فيديو فنان سامي يا بني بني قدر بيكي اوكي شوف اخوان شوفوا هسه العلف تجي هنا بيها بياض بس يعني من جاي اشوفها بالواقع لا بيها خيط حمار قليل تمام ابو فاطمه ابو فاطمه هاي كم طيت لايك قال ابو فاطمه استاذ خالد بن عفيف ابو حمود الغالي ما عجبتني اول شيء بغلا فهمتي مو بغلا طبعا حارة تحياتي للأخوة اللي يساعدونا